نموذج تاني كمان بيقدمه لنا زميلنا احمد صالح لشباب برضو ابتكروا ابلكيشن او تطبيق عشان تعمل قهوتك على مزاجك. لا وايه بقى؟ بنك على مزاجك، سكرك على مزاجك، وفي الوقت اللي على مزاجك. فالابلكيشن ده هتشوفوا تفاصيله ايه، هتنزلوه على الموبايل، وممكن حضرتك تظبط عن طريق بلوتوث، ممكن حضرتك تعمل القهوة بتاعتك اولا في 3 دقايق، وبعدين في حاجة كده خاصية انك ممكن قبل ما تنام بالليل تقول مثلا انك عايز قهوتك سي مثلا يعني الساعة 7 الصبح تكون جاهزة. فكمان بقى الماشين الكوفي ميكر او الكوفي ماشين دي كمان هتدي لك تنبيه او الارم يعني تصحيك وتعمل لك قهوتك، هو ناقص بس تلبسك وتوديك شغلك تبقى زي الفل. ده محمود بطل قصتنا دلوقتي او تقريرنا التالي، هو طالب في الفرقة الرابعة في كلية الفنون التطبيقية، وابتكر جهاز لصنع القهوة عن طريق التحكم زي ما قلنا بابليكيشن موبايل عن طريق بلوتوث. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا احمد صالح. في البداية احنا بنمر بمجموعة خطوات شوية عشان نقدر نوصل في الاخر للمنتج النهائي. كبداية بتبدأ بمراحل زي مراحل الدراسات والبحث، بنبدأ ان احنا نتتبع الحاجة، نشوف المنتجات اللي اوريدي موجودة شغالة ازاي، الكونسبت بتاعها، ونبدأ نحلل العناصر الأساسية بتاعت الشغل بتاعها هي شغالة ازاي، مبدأ العمل، النظرية، التفكير الأساسية بتاعتها. وبنبدا بقى بعد كده نحط الشيب بتاع الديزاين الاساسي اللي هو الديزاين الخارجي بتاع المنتج. بعد كده بنبدا ان احنا نضيف اللاي اوت الاساسي اللي احنا شغالين عليه، يعني المنتج ده هيكون موجود فيه ايه، التفاصيل بتاعته ايه، ايه الفاليو الجديده اللي هو هيضيفها للسوق، هل هو مجرد منتج موجود ولا ايه المميزات او الفيتشرز الجديده اللي احنا هتبقى ايه موجود. الجهاز قائم على انه بيعمل قهوه بس هو ادجستبل شويه، يعني مش كافي ماشين عاديه. هو بيشتغل عباره عن ايه، مثلا احنا صحينا الصبح، اول حاجه بالنسبه يعني الفئه كبيره جدا من مدمنين القهوه والناس اللي بتحب شرب القهوه على الصبح ان هو يكون كوبايه القهوه بتاعته مظبوطه ماشي. فالبروجكت بقى بيشتغل ان هو الميكسر بتاعه، يعني اول حاجه هو بيتظبط مانوال على النسب الاساسيه بتاعت الشخص، يعني مثلا الشخص ده بيحب ان هو يشرب 3 معالق سكر، بيبدا اول ما الماشين تبقى معاه يبدا يظبط ان هو النسبه بتاعت السكر بتاعته ايه 3 معالق، نسبه الكوفي مثلا مع معلقه معلقتين على حسب الايه المشروب والنسب اللي هو بيحب ايه يشتغل عليه. الماشين طبعا بتتصل بالموبايل عن طريق ابلكيشن، بتصل بلوتوث عادي جدا، مش محتاجه انترنت عشان تشتغل، مجرد اتصال بلوتوث هيربط الموضوع، وبتبدا ان انت تجهز. فيها برضو بعض الاحيان ان انت ممكن تظبط تايمر، انت مثلا تسين ان انت بتصحى في ميعاد محدد كل يوم للشغل مثلا 7 الصبح، خلاص انت عندك الماشين هتصحى الصبح هتلاقيها مجهزه لك كوب القهوه بالطريقه اللي انت عايزها وبالطريقه اللي انت ايه شغال عليها. احنا بندرس تصميم منتجات، فهو كون ان انت بقى تبدا تدور على الناس مثلا في كمبيوتر ساينس عشان يساعدوك في الحاجه او تفهم الكونسبت الاساسي او الاكواد، وفي نفس الوقت الناس اللي في ميكانيكا لو انت محتاج ميكانيزم محدد، فهي دي كانت اصعب نقطه ان انت تبدا تشوف الناس وتشوف ناس شاطره تقدر ان هي تساعدك في الموضوع ده، او تبدا ان هي الفكره بتاعتك او الديزاين اللي انت حطيته يبدا ان انت تشوفه على حقيقه. يعني هي خدت مني من اول ما بدانا في مرحله الدراسات 3 شهور بس.